قصة البطولة، اشتركنا ازاي، رحلة الإعداد، يعني كلمني باختصار كده عن البطولة من كل الجوانب. والله هو احنا الحمد لله يعني البطولة كانت جاية بس في وقت بعد الكورونا، لأن احنا كان آخر بطولة لأفريقيا لعبناها كانت سنة 20 في أول 2020 تمام. وكانت عندنا في مصر، وللأسف ما حالفناش الحظ إن احنا نكسب البطولة وجبنا تالت. يعني اتعملت 2020 في بداية الكورونا خالص، كانت في شهر شهر يناير، 2 شهر شهر فبراير في فبراير مصر ده كان احنا الكورونا اللوك داون حصل في شهر 3 شهر مارس بالظبط. فانتوا كده كنتوا طالعين اعداد كويس وما كسبناش. مين للأسف اللي كسب؟ كنا في مصر، كانت الجزائر. الجزائر. فقعدنا اللوك داون كان فترة طويلة، وبعد كده جت الأولمبيكس بعد ما اتأجلت كذا فترة، وجينا على البطولة دي كانت المفروض شهر 4. بعد كده برضو كان في شوية يعني ريسك إن هي تتلعب في الوقت ده، بعد كده قرروا إن هي خلاص إن شاء الله تبقى في شهر 10. من أول ما عرفنا الوقت بتاعها ابتدينا الإعداد ومكانها هو بتاعنا. نفس المكان ولا اتغيرت؟ لا اتغير، اللي كانت في جنوب أفريقيا في شهر 4 بالظبط انا فاكر. اتغيرت، بقت في أوغندا في شهر 10. أول ما عرفنا خلاص الوقت بتاعها ابتدينا بقى، كان عندنا إعداد تستعجل. الفترة كويسه قبليها، وكان عندنا بطوله عالم الفرق كنا تاهلنا لها في فتره التوقف. دي اللي كانت في بانكوك ولا كانت فين؟ كانت كانت في تايلاند؟ فنلندا. فنلندا. انا اسف. ده كان الميكس تيم اللي هو المختلط الفريق المختلط بتاعنا اللي هو نفس البطوله دي. الزوجي. بعديها على طول كان في بطوله عالم لمنتخب البنات بس في الدنمارك، دنمارك. فكانت برضو احتكاك قوي ليهم قبل البطوله، ورجعوا منها قعدنا حوالي 4 ايام في مصر، ورحنا بقى على اوغندا. اوغندا. كانت يعني الحمد لله الحمد لله كانت بطولة كانت صعبة، بس احنا كنا رايحين مستعدين وعندنا استعداد ان احنا ان شاء الله بإذن الله البطولة مش هنرجع من غيرها، لان احنا كان بقالنا فترة كبيرة ما خدناش، يمكن من 2017 البطولة غايبة ما عننا. تاريخنا يعني كله كان بطولتين، هي دي التانية. دي التانية، اول واحدة كانت 2017 يعني قصدي اقول لك مالناش تاريخ عريض، يعني انتوا بتعملوا التاريخ في دلوقتي. الانديفيديوال، انما بطولة الفرق كانت يعني كانت صعبة علينا شوية. فالحمد لله كنا ان احنا يعني ربنا ناخدها يكرمنا في البطولة وناخدها للمرة التانية، وعلى حساب منتخب الجزائر اللي هو خد اخر بطولة افريقيا بالظبط. عندنا في مصر، فكانت الوضع شفنا في كان صعب الفينال بس الحمد لله. 3-1، وانت ككابتن الفريق طبعا اكيد احساس رائع لا يعني. طبعا يعني الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا، كانت الفرحة ما تتوصفش لينا كلنا يعني الحمد لله.